السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله I will be reading سورة الفاتحة for the beginners, those who are intending to improve the reading and the basically learning Tajweed for first time, or for those who actually don't know how to read at all. I'm gonna recite سورة الفاتحة word by word slowly, and after I will repeat it and read it faster. So please listen carefully and try to repeat after me, and that should help you inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inshallah, I'm going to read it faster. Also try to listen carefully and repeat after me. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. That is سورة الفاتحة for the beginners. جزاكم الله خيرا and see you inshallah soon in the following surah inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.